رد ابن قتيبة على الشعوبية فقال: قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بالآباء، ليس لعربي على عجمي فخر إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، إنما المعنى في هذا أن الناس كلهم من المؤمنين سواء في طريق الأحكام والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. ولو كان الناس كلهم سواء في أمور الدنيا ليس لأحد فضل إلا بأمر الآخرة، لم يكن في الدنيا شريف ولا مشروف ولا فاضل ولا مفضول. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، وقوله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، وقوله صلى الله عليه وسلم في قيس بن عاصم: هذا سيد الوبر. وكانت العرب تقول: لا يزال الناس بخير ما تباينوا فإذا تساووا هلكوا. تقول: لا يزالون بخير ما كان فيهم أشراف وأخيار، فإذا جملوا كلهم جملة واحدة هلكوا. وإذا ذمت العرب قوما قالوا: سواسية كأسنان الحمار، يعني ليس فيهم كبير يرجعون إلى رأيه. وكيف يستوي الناس في فضائلهم والرجل الواحد لا تستوي في نفسه أعضاؤه ولا تتكافأ مفاصله، ولكن لبعضها الفضل على بعض وللرأس الفضل على جميع البدن بالعقل والحواس الخمس. وقالوا: القلب أمير الجسد، ومن الأعضاء خادمة ومنها مخدومة. قال ابن قتيبة: ومن أعظم ما ادعت الشعوبية فخرهم على العرب بآدم عليه السلام، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني عليه فإنما أنا حسنة من حسناته. ثم فخرهم بالأنبياء أجمعين، وأنهم من العجم غير أربعة: هود وصالح وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. واحتجوا بقول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. ثم فخروا بإسحاق بن إبراهيم وأنه لسارة، وأن إسماعيل لأمة تسمى هاجر. وقال شاعرهم: في بلدة لم تصل عقل بها طنبا ولا خباء ولا عك وهمدان، ولا لجرم ولا بهراء من وطن، لكنها لبني الأحرار أوطان. أرض بنى بها كسرى مساكنه، فما بها من بني اللخناء إنسان. فبنو الأحرار عندهم العجم، وبنو اللخناء عندهم العرب، لأنهم من ولد هاجر وهي أمه. وقد غلطوا في هذا التأويل،
وليس كل أمة يقال لها لخناء، إنما اللخناء من الإماء الممتهنة في رعي الإبل وسقيها وجمع الحطب، وإنما أخذ من اللخن وهو نتن الريح، يقال لخن السقاء إذا تغير ريحه. فأما مثل هاجر التي طهرها الله سبحانه وتعالى من كل دنس، وارتضاها للخليل فراشا، وللطيبين إسماعيل ومحمد أما، وجعلهما سلالة، فهل يجوز لملحد فضلا عن مسلم أن يسميها لخناء؟ يا أولاد اللخناء.